قلتي كلشي لي ريكروتمون ما كانوش مزيانين راه عيب. شوف حنا كنادي الرجاء الرياضي انا بدا كندوي كمنخرط بهذا النادي الكبير ياك بهذا النادي اللي ما كيس بهذا النادي اللي ما كيستحقش هاد الناس يكونوا صراحه. انا دعمت هاد الناس انا كندوي على راسي ما كندوي على حتى شي واحد. هاد الناس هادو دعمتهم من نهار خداو الرئاسه وما دخلتش الانخراط كندعمهم. قلنا غيكون واحد التغيير قلنا ناس جداد ناس هادي ما كنعممش. كاين الناس المكتب اللي رجاوي وكاين ما لقاوش معامل وكاين الاغلبيه اسمح لي يا خويا واللعاب ملي كدير ريكروتمون كتجيبو من على برا كيكون لعاب اجنبي خصك تكون لا كاليتي ديالو احسن من اللعاب المحلي. والغريب في الامر هو التلعب من هاد اللعاب اللي جبتي ما كيلعب. هذا هو الغريب في الامر. اشنو هي البلوس اللي عطاو لهاد الفرقه هادي؟ اشنو هي البلوس؟ الناس اللي كدور في هاد الفرقه هادي شنو هي البلوس اللي عطاو لهاد الفرقه هادي؟ العام نيجا كنسمعوا الكذوب. العام نيجا مدرب عالمي ما شفنا حتى شي عالمي غنديروا لي ريكروتمون ما شفنا لي ريكروتمون ما شفناهمش. الله يجعل البركه. قولنا الحقيقه في هاد الفرقه واش كاين الازمه فغيمون كاين الازمه قولوها لينا. يورونا لي دي بروف ان كاين ازمه ما شفنا والو. كتكذبوا علينا كنوصلوا للمراحل الاخرى باش نتوجوا بالالقاب. حنا عصبه الابطال بغينا نديوها. هذا العام جيتو جبتوا لنا مدرب كيهضر في الميكروفون راه فين ما كانش الميكروفون خاشي فيه وجهو راه كيدوي قال لك غنديو ما غنديو ما راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وشوف انا دابا كنديو انا شويه فهمتي لا اله الا الله محمد رسول الله. شو اللي كيبغي لهاد الفرقه هادي المضره واللي كيبغي لهاد الفرقه هادي الشتات. الله يشفي بغيت لي الشتات في الصحه ديالو وفي ولادو في هاد النار وهاد الشهر الكريم عند سيدي ربي. ولا لا اله الا الله الدراري والله ما فهمتش هاد الفرقه هادي راه خذوها كتبوها في سميتكم فهم ديروا لها شي حاجه جريو علينا حتى حنا فهمتي. هادشي راه هادشي تميع وبزاف فهمتي. وحشومه والله شاد الجمهور هذا انت الهضره ما خانت شاد الجمهور. عيب 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 هاد الجمهور يكون عنده بحال هاد المكتب ما كنعممش ولكن الاغلبيه عيب هاد الجمهور يكون عنده بحال هاد المكتب ويكون عنده بحال هاد اللعاب هاد. فاش نقول لك المقابله كانت شويه ضعيفه لان المدرب من ماركيتي البيت لافونتاج عندك انت هما اللي طيح لهم المورال كمل ورجعتي اللور وخليتهم يداروا ما بغاو. وبالنسبه للتنظيم راه كارثي. الجمهور دار اللي عليه. المكتب شغنقول لك ما قايمش الدور ديالو ونتمنى هادشي كلشي يتحسن وترجع الرجاء كما كان ديال زمان. حنا كنعرفوا الرجاء هي التيكي تاكا والجمهور والالقاب. ودابا نتمناو خير وصافي ونشوفوا البطوله والكاس لعب. من اللعابه كاملين من لا ديفونس لاطاك اداء كارثي صراحه ما كناش كنتشاضروا. الهدف الاول كما جاب الضغط ديال الجمهور فريق رجاء البيضاوي ضغط على دخلوا تهرفين كما كتشوف تمارك البيت ابخي يشدوا الماتش. يعني الرجاء اللعابه داكشي اللي كيعرفوا يديروه ما داروش. علاش؟ حيت ما كيلعبوش تحت الضغط. هاد المشكله عندنا في المنتخب عندنا في الفراقي ديما في كاس افريقيا المهم بروبليم. يعني ما كيعرفوش يلعبوا تحت الضغط. علاش اصاحبي راك انت لاعب كبير كتعرف الراجع على قبل بحال الماتشات ماشي غير الماتشات ضد وجده ولا ضد جديده ولا ضد طنجه هذوك هما الماتشات. لا خاصك تلعب تحت الضغط بحال هاد الماتشات. وثاني حاجه وهي المكتب المسير ديال فريق رجاء البيضاوي كيفاش انت بعتي اللعاب اللي غادي يجيبوا لك العصبه واللعاب اللي مع المنتخبات ديالهم راك عارفين من راحين مالون غوبانون اللي هما الركائز الاساسيه في الفرق ديالهم. دابا الجمهور ديما كنساندوا الفرقه ديما كنديبلاصاو في الممشى تبعينا وديما خضره كنقولوها ولكن ديما كنطيحوا في نفس السيناريو. كنا حنا بحال حنا اللي لاعبين 90 دقيقه جايين لتشير الماتش مال 10 جايين من الربعه وحنا هنايا خاصهم يعطيو شي مستوى اكثر من هذا الشيء. حشومه والله تعايب والله خاصين دراري نجيبوا لنا دراري. الجمهور بزاف هذا الشيء وانت كتشوف اكثر من النصف المغرب كاين هنا وديما راجع ديما خضر. لا كانت غير شيقه بتاتا. كنلقاو انه النيفو ديال فريق الاهلي لعب احسن من فريق رجاء البيضاوي. اخطاء دفاعيه ديال فريق رجاء البيضاوي من حيث الهدف الفريق الاهلي. حنا درنا اللي علينا بعد ما التنظيم كان كارثي. التنظيم كان كارثي صراحه. كازا ايفنت خاصها شي زيد من هذا الشيء ديال التنظيمات. وشكرا. الدراري راه لعبوا داروا اللي عليهم. وجبير اخويا جبير خصو يمشي في حالو جبير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.